أنا ذكرت قبل ذلك أنه يعني المرحلة تقتضي من إخواننا أن يشاركوا مشاركة منضبطة، فليس معنى أننا ندعو إخواننا الآن أن يشاركوا أن يتخلوا عن أصولهم أو عن ثوابتهم. وهناك الحمد لله عز وجل منهج حزب الفضيلة وحزب النور، يستطيع شبابنا بفضل الله تبارك وتعالى أن يعملوا من خلال هذين الحزبين بما لا يعني يزعزع أصول وثوابت المنهج السلفي. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقهم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعله مفاتيح خير المبارك. هل في دعم للأحزاب السياسية دي؟ لو زي حزب النور الأحزاب اللي بتنتمي إلى السلفية، هل ستجد دعما من علماء السلفية؟ نعم. أعلنها صريحة، نعم ندعم إخواننا جميعا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأسأل الله السداد في القول والعمل لي ولإخوان المسلمين ولأخوات المسلمات. وبعد، بارك الله فيكم. قد سئلت عن مسألة الإدلاء بالأصوات في الانتخابات، فأقول بالله تعالى التوفيق. سبق وذكرت أن هذه المسألة من المسائل التي للعلماء فيها وجهان، وأرى أصوبهما وأرجحهما الآن لدفع الشر الأعظم بضرر أقل، الإدلاء بالأصوات في الانتخابات. أرى والله سبحانه وتعالى أعلم أن الشخص يدلي بصوته في الانتخابات دفعا للشر الأعظم ولو بضرر أقل، ذلك حتى لا يتسلط الشراذم وأهل الإجرام على البلاد ويسنون في البلاد قوانين سيئة يقودون بها البلاد إلى الضلال ويقودون الأباد إلى الضلال. فإذا أكرر نصيحتي لإخواني بالإدلاء بالأصوات في الانتخابات لأهل الفضل وأهل الصلاح دفعا للشر الأعظم، مع علمي بما في الانتخابات من سلبيات، لكن من باب اختيار أخف الضررين حتى لا يتسلط الأشرار. هذا وقد سألني بعض إخواني عن بعض الأحزاب بعينها، ولأنه قد سبق لي مع إخواني مجلس شورى العلماء أننا أصدرنا في أحد البيانات أننا لن نؤسس حزبا ولن ندعو إلى حزب، لكن أقول وملتزما أيضا بما عليه إخواني، أقول بصفة شخصية أنني والله سبحانه وتعالى أرى أن أقرب الأحزاب الموجودة إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى المناداة بالشريعة حزب النور، هذا الذي أراه أقرب والله سبحانه وتعالى أعلم. أقول هذا مع التزامي بما قراره إخواني مجلس شورى العلماء فيما سبق أن بينته، فأرى والله أعلم أن هذا في الجملة أقربهم إلى الحق وإلى الصواب، مع علمي أنه قد يكون في بعض الدوائر شخص أكفأ من شخص في حزب النور بعينه، لكن كلامي على وجه الإجمال. وكما نما إلى علمي أن مهمة مجلس الشعب في الأونة القادمة، هذه الحقبة القادمة، إنما هي انتقاء أشخاص لوضع الدستور، فلذا إن كان ثم إدلاء بصوت فليدلى بصوت الشخص الصالح. أما عن الأحزاب وإجمالي القول فيها، فأقربها والله أعلم حزب النور. أسأل الله أن يبارك فيه وفي أعضائه، وأن يبارك في الدعاة إلى الإسلام أينما يكونون وحيثما يكونون. وصل اللهم على نبينا محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأقيموا الشهادة لله. نعم أيها الإخوة الكرام، إن كلمتك وشهادتك أمانة تسأل عنها يوم القيامة، ولست معذورا كما يزعم البعض. إذا كانت المسألة خلافية فأنا أريح نفسي من هذا وذاك وأمكث في بيتي ولا أنتخب هذا ولا ذاك. لا والله، قال الله تعالى: ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، فإنه آثم قلبه. نعم، إنها كلمة إما أن ترفع بها دينك وإما أن تضع بها
نفسك وتضيع بها بلدك وأمتك، أما الدين فهو غني عني وعنك لأنه دين الله وهو ناصره لا محالة. كيف لا؟ إن الدين عند الله الإسلام. فالله تبارك وتعالى قد أتم به النعمة وأكمل به الكلمة فهو ناصره لا محالة. إخواني الكرام، إن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله فيهوي بها في النار 70 خريفا، وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله فيدخل بها الجنة، فيدخل بها الجنة. فاتقوا الله تعالى في كلمتكم وفي شهادتكم. أقول هذه الكلمة، أقول هذه الكلمة والله تعالى شاهد على ما في قلبي، لا أجامل أحدا ولا أحابي أحدا، فإن هذا هو دين الله عز وجل، ولا أرى أهلا لهذه الكلمة إلا إخوانكم هؤلاء الذين أتيتم لنصرتهم في حزب النور. فاتقوا الله تعالى فيهم وساندوهم وأيدوهم، والعاقبة إن شاء الله تعالى عندكم ولكم بإذن الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه ومن والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإني ممتن بهذا الجمع الكبير الذي أتى ليؤيد هذا الحزب الوليد الذي ولد من رحم هذه الدعوة الكبيرة، الدعوة الأصيلة التي تضرب بجذورها في عمق التاريخ إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه الكرام. هذه الدعوة التي كانت بيننا وبين الناس على مر السنين الماضية تؤدي هذا الأداء الذي لا يسبقها إليه أحد في دعوتها إلى الله عز وجل وفي سعيها إلى تمكين دين الله سبحانه وتعالى في الأرض. ولما كانت هناك مناسبة للمشاركة السياسية قامت الدعوة بإنشاء هذا الحزب، وهو حزب النور الذي أرادت به أن تخرج الناس من الظلمات إلى النور، وذلك عن طريق الإصلاح. والإصلاح قد يتحدث عنه كثير من الناس من هنا ومن هناك، ولكننا نتحدث عن إصلاح مختلف. إن الحضارة في مكوناتها إنما تبنى على الإنسان والأرض والماء والمواد الخام، ولقد كانت هذه الأمور متوافرة عبر القرون الماضية التي حكم فيها العلمانيون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بنحمد ربنا سبحانه وتعالى وبنسجد شكرا كما امتن الشعب المصري بنجاح هذه الثورة المباركة وتيسير ان احنا نتنفس انفاس الحرية مرة ثانية. بنشكر ربنا سبحانه وتعالى على النجاح اللي حققه حزب النور وفي المرحلة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى، أنا بقوله بعد المرحلة الأولى، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكلم لهم نجاح في المرحلة اللي جاية واللي بعدها. وإن شاء الله يعني أنا بعتبر أن كل أخ وكل أخت بيعطوا صوتهم لحزب النور، أنا بعتبرها دي موال إقامة دولة إسلامية، ويعني إن شاء الله نقدر عليها جميعا، كل إنسان يستظل تحت راية الإسلام إن شاء الله، وهي آمنة مطمئنة حياة كريمة إن شاء الله نؤجر عليها جميعا، بأن احنا بنعطي صوتنا للدولة الإسلامية. وأيا كانت النتائج إن شاء الله نحسب إن شاء الله إن أي حزب يرفع راية إن شاء الله ربنا يكلل له هذا المسعى بالنجاح إن شاء الله من أجل إقامة شرع ربنا سبحانه وتعالى هذه الأرض المباركة. ويعني أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم على الخير. بشكر إخواني في حزب النور على الجهد اللي بذلوه، وبشكر كل مسلم وكل مسلمة
بيعطوا صوتهم لكل من يرفع راية الإسلام. وربنا سبحانه وتعالى يعني يجمعنا جميعا على حوض الله سلام، ونكون أدينا الأمانة اللي مطلوبة مننا كمسلمين، وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم. دوان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، فلازم نحن نتعاون جميعا ونتآزر خير ان احنا نقيم شرع ربنا في هذه الارض المباركه. وجزاكم الله خيرا. يحمل الى الناس احد رساله الاصلاح والحق والدين الا عاداه من بين جنبات هذه الارض، لا سيما اذا كان يحمل المنهج الحق، منهج السلفي. احنا لا نزعم انها جماعة ولا انه ينحصر داخل اركان حزب يعبر نعم الحزب عن بعض توجهاته في الجانب السياسي مثلا، لكن المنهج اكبر من الحزب واكبر من كل هذا. الحزب لسان المنهج، لسان المنهج السلفي في الناحية السياسية، عشان يبقى فيه من يعبر عن هذا المنهج في قاعات السياسة، لانه ما مس جلدك مثل ظفرك. تقول لك لما كنا خلينا ناس الفلانيين يتكلموا بلساننا لما هم اخواننا وكل حاجه، ما مس جلدك مثل ظفره فتولى انت جميع امره. ولو احنا متفقين كده في كل حاجه لما بلاها تسميه وكانوا هم انضموا، ما ده منهج الاصلي. ها منهج السلفي ده الاصل، الاصل فهم الكتاب والسنه بفهم ما بفهم سلف الامه. ف المنهج فوق كل هذا، ويحتاج هذا المنهج في ظل هذه المعاركات وهذه الإشكالات الضخمة التي تواجهنا نحن، حملت هذا المنهج الذي ولاؤنا فيه ليس لأحد، ولاؤنا لله ولرسوله فقط صلوات الله وسلامه عليه. نحتاج كما قلت أن يكون في هذا المكان وفي غيره من شتى مناحات الحياة ومناحي الحياة من يتكلم باسم هذا المنهج، لأنه لا يمكن عقلا ولا تصورا ولا واقعا أن يتكلم أبناء منهج آخر باسم منهج ثاني. ما تحصلش ولا عمرها تحصل في العالم، ولو طلبها أحد يكون في غير عقله. لما أنا أجد أقول لك كلم يتكلم فلان يتكلم باسمي أنا، ما تتكلم أنت باسمك، يعني ما ده كلام مش منطقي خالص. ولهذا هناك الآن حملات تشويه بعضها سهام يلقيها الأقربون، لأن احنا في تنافس. مش عيب إطلاقا إن الحزب السلفي ينافس الحزب الإخواني، عمر ما كان ده عيب، دي منافسة شريفة، وإحنا جميعا نتعاون على البر والتقوى. وما دام ارتضينا الدخول في هذا المدخل فينبغي أن نكون في منافسة شريفة. ليس عيبا أبدا إن أنا أنافس أخي في الخير، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. أنا داخل عشان أعمل إصلاح، ولي وجهة نظر في الإصلاح قد تختلف عن وجهة نظر أخي الإخواني، أنا أحترم وجهة نظره جدا وأنافس المنافسة الشريفة، ولا يمكن أن أنا أتجاوز هذا أبدا. وعيب قوي لما يصدر مني أو منه تجاوزات لا تليق بأهل الإسلام، عيب. إحنا لازم نقدم للناس نموذجا شريفا للتنافس على الخير. لا يمكن أنا أسمح بالتزوير ضده ولا ليا ولا حتى لغيرنا ولا حتى للليبرالي ولا العلماني أبدا. إحنا لن نجئ لنزور، إحنا بنقول إحنا نريد أن نصلح. فمش ممكن أبدا يسمح أحدنا، لا أنا ولا الإخواني ولا السلفي ولا غيره، أن يتم تزوير تحت أي معنى لأي طرف ولو كان لي أو لأخي، مستحيل هذا نرضى به، فضلا عن أن يكون بيننا وبين بعضنا البعض، فهذه خيبة الدهر والرابح فيها خسران. ألا قل أعطي صوتك لقوائم حزب النور قولا واحدا. ليه؟ لأنها قوائم خالصة صافية ليس فيها أي دخل. أنا لا أرى أحدا أوسط في طريقته وأقرب إلى السلف الصالح في هديه ودله وسمته وكلامه زي إخواني حزب الله. والله لله ولما رحت أبدي صوت اديته لحزب الله.
مع ان والله زي ما بقول لكم انا والله ما لي مصلحه اطلاقا في هذا الامر الا مرضات الله سبحانه وتعالى. كنتوا شجعوا اخوانكم واستعينوا بالله عز وجل، ويكفي شرفك ان حزب النور جديد في السياسه وهو الان الحزب الثاني على مستوى الجمهوريه في حصد الاصوات، وكلنا ولله الحمد مسلمين، ودي نعمه من الله سبحانه وتعالى، ودي نعمه عظيمه جدا. اسال الله سبحانه وتعالى ان يبارك في الجميع وان يؤيدهم بنصره وان يمدهم بمدده، واساله سبحانه وتعالى ان يؤلف بين قلوب المسلمين، واساله سبحانه وتعالى ان يجمع كلمتهم وان يوحد صفهم وان يهلك عدوانا وعدوهم، ويجعل كيد الكائدين في نحرهم، ويصرف عنا كيد الفجار وشر الأشرار، وأن يدم علينا وعليكم. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وجزاكم الله خيرا. والآن معاكم كريم بريد الكلام الشام، وأنا بعتذر للإطار والله.